اليوم الإعلاميين عندهم دور كبير أنهم يتصدوا لهذه الظاهرة ويرافقوا الدولة والمؤسسة العسكرية للدفاع عن البلاد. اليوم رانا نمر بمرحلة صعبة، أننا يجب جميعا كمناضلين سياسيين، كصحفيين، كإعلاميين، كطبقة سياسية، كمؤسسات، أننا كلنا نتجند باش أننا ندافع على بلادنا ومؤسسة بلادنا واستقرار بلادنا وسيادة بلادنا. كل هذه المواقف السيادية مكنتنا أننا نكون موضوع تهجمات وتهكمات للعديد من الدول والعديد من القوى الإمبريالية مثل الصهاينة والمغاربة. ما يقدرش يكون عندنا إعلام قوي إذا ما عندناش صحفي قوي، وباش يكون عندنا صحفي قوي لازم يكون عنده تكوين، يكون عنده تكفل في الجانب المادي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب المهني.